السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقاء، أهلا بكم في برنامجكم هل تعلم؟ هل تعلم؟ سنلقي عليكم مجموعة أسئلة وعليكم الإجابة عن كل سؤال في مهلة قدرها 5 ثواني فقط. موضوع اليوم معلومات إسلامية الجزء الأول. يمكنك أن تستعين بعائلتك إن صعبت عليك الإجابة. السؤال الأول، كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث برسالة الإسلام؟ 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة؟ انتهى الوقت، عليك الإجابة. 40 سنة. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثاني، كم سجدة في القرآن الكريم؟ 15 سجدة، 20 سجدة، 25 سجدة؟ انتهى الوقت، عليك الإجابة. 15 سجدة. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثالث، ما أعظم سورة في القرآن الكريم؟ الفاتحة، العلق، الكوثر؟ انتهى الوقت، عليك الإجابة. الفاتحة. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الرابع، من أول من لقب بأمير المؤمنين؟ علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان؟ انتهى الوقت، عليك الإجابة. عمر بن الخطاب. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الخامس، من أول من ضبط حروف المصحف بالشكل؟ عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أبو الأسود الدؤلي؟ انتهى الوقت، عليك الإجابة. أبو الأسود الدؤلي. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال السادس، كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ 15 جزءا، 30 جزءا، 40 جزءا؟ انتهى الوقت، عليك الإجابة. 30 جزءا. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال السابع، كم عدد أحزاب القرآن الكريم؟ 60 حزبا، 30 حزبا، 40 حزبا؟
انتهى الوقت، عليك الإجابة. 60 حزبا، هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثامن، ما السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ سورة الفاتحة، سورة العلق، سورة الإخلاص. انتهى الوقت، عليك الإجابة. سورة الإخلاص. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال التاسع، في أي عام هجري تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ في العام الثاني للهجرة، في العام الثالث للهجرة، في العام الرابع للهجرة. انتهى الوقت، عليك الإجابة. في العام الثاني للهجرة. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال العاشر، من هي أخت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالرضاع، الشيماء بنت الحارث، خولة بنت الأزور، أسماء بنت عميس. انتهى الوقت، عليك الإجابة. الشيماء بنت الحارث. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. أحسنت يا بطل، مذهل، لقد أجبت عن الأسئلة كلها. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس.